عملية الانخراط لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هو تقليد قديم نترجمه من خلال الدعوة إلى الانخراط، الجمعيات العامة وانتخابات مجالس الإدارة على المستوى الوطني. أن تصبح منخرطاً لدى التعاون الفلاحي يعني استحقاق امتيازات مغرية تشمل الحق في الترشح للانتخابات وصنع القرار، الاستفادة من خدمات القرض المصغر، المشاركة في صيرورة حياة التعاون الفلاحي، الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، الاستفادة من التكوين والدعم التقني مجاناً، الحق في امتلاك بطاقة الانخراط والعضوية، الاستفادة من خدمات التأمين على الحياة. فيما يخص الصندوق فإنه في التحسن جيد من سنة 98 وإحنا نجهدوا فيه وما كانش في الدحيرة أننا رانا الحق أن نوعوا فيهم زين، ماذا بهم ما يروحوش الجهة أخرى، يروحون الصندوق الوطني الفلاحي هذا راه استمى خاص للفلاحين، وماذا بين الناس حتى ولو مش خاص للفلاحين يجوا يشاركوا ويجوا يسوروا. راه عندي مستثمرة فلاحية في المخادمة سمعت، والتجارب نتاع الفلاحة الحقيقة رانا نساعدوا قد ما نطيقوا، والصندوق راه ثاني واجب الحق وين نروحوا ليه قلنا تفضلوا مفتوح البيبان تاعو. انخرطوا في التعاون الفلاحي، حقكم أمانة.